بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 12 من الكتاب 33، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. ما هي الأنفال؟ الأنفال هي ما زاد عن نصيب الجندي أو المقاتل في الحرب من الغنيمة أو الفيء. يبقى نفله، أي أعطاه أجرا زائدا على أجره وقسمته، فالنافلة هي الزيادة، يبقى الأنفال جاء من الزيادة. واختلف هل النفل يكون من الخمس الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي له خمس الغنيمة، فهل النفل ده يكون من خمسه صلى الله عليه وسلم، أم أنه يكون من عموم الغنيمة؟ على مذهبان، مذهب يقول أنه من عموم الغنيمة، ومذهب يقول أنه من الخمس. ويبدو أنه متروك لاختيار الحاكم، يبدو أنه متروك لاختيار الحاكم، يختاره كيف شاء حسب المصلحة التي يرى. فهي بعرف العرف المعاصر، النفل هي المكافأة الزائدة عن أجره المعتاد، يعني يديله مكافأة تشجيعية، يسموها إيه بقى؟ مكافأة تشجيعا له، لأنه أدى مهمته يعني إيه؟ بامتياز. الحرب مهمات عسكرية، فإذا أداها بامتياز وتميز ظاهر وتفوق ظاهر، للحاكم أو القائد أن يميزه بإيه؟ بأجر زائد على زملائه، فيبقى يسموها ايه؟ مكافأة تشجيعية. يبقى النفل ما هي الا مكافأة تشجيعية يشجع بها القائد او المحارب او حاكم المسلمين ليخرجوا اقصى ما عندهم من قدرة وقوة وتفان في القتال. فهمت بقى؟ لكن الغنيمة ده ما غنمه المسلمون، يجمع ويقسم، أربع أخماسه للجند وخمسه لله ولرسوله، والنبي يخمس خمسه أيضا. وأما الفيء فكله لله ولرسوله في مذهب، ومذهب آخر يقول أنه أربع أخماسه لله ورسوله، ويخمس الأربع أخماس والخمس للجند، لأنهم لم يوجفوا خيل ولا ركاب، يعني لم يبذلوا جهد حربي. يبقى في فرق بين الغنيمة والفيء والنفل. فهمت؟ عندنا ثلاث حاجات، نفل وغنيمة وفيء. النفل ما زاد عن نصيب الجندي تشجيعا له، لأنه بذل جهدا زائدا. وهل يكون من الخمس الذي هو لله ورسوله أم من سائر الغنيمة؟ مذهبان بكل قيل. أما الغنيمة فهي ما حازه المسلمون بالقتال من الكفار يسمى غنيمة، وهذا يخمس، أربع أخمسه للجند وخمسه لله ورسوله، فيخمسه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. والأربع أخمس للجند، الجندي الذي يقاتل على فرس، فالفرس له سهمان والجندي له سهم،
والذي يقاتل ماشيا على قدميه له سهم واحد. أما الفيء فهو ما عاد للمسلمين من الأعداء دون قتال باستسلام، فكله لله ورسوله، أو أربع أخماس لله ورسوله وخمس للجند. والفيء ذكر حكمه في سورة الحشر، والغنيمة ذكر حكمها في سورة الأنفال. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب. يعني يكلم على الخمس. طب والأربع أخماس تكتم يبقى للجند، فهمت؟ هذا كله أيام ما كانت الحروب والمقاتلين يخرجون يجهزون أنفسهم على إيه؟ على نفقتهم الخاص. الجندي أيام النبي صلى الله عليه وسلم وظل الأمر هكذا عدة قرون، كان هو الذي يجهز نفسه بالسلاح، هو الذي يشتري سلاح نفسه وخوذته ويشتري درعه ويشتري فرسه ويدربه ويذهب يقاتل، لا يكلف بيت المال أي شيء في تجهيزه، وبالتالي كان مقابل ذلك يأخذ نصيبه في الغنائم. واضح؟ أما الحروب المعاصرة فالجيوش تجهز من الميزانية العامة للدولة، والجندي لا يجهز نفسه، حتى حذاءه يأخذه ويستلمه، حتى سترته يأخذه ويستلمه، لا يشتري لنفسه شيء ولا يكلف نفسه بشيء. وبالتالي تكون في هذه الحالة إن حدثت حروب بهذه الطريقة فالغنائم كلها لبيت المال، لبيت مال المسلمين. واضح؟ والجندي يأخذ مرتبه المعتاد مع بعض المكافآت التشجيعية، فهمت ازاي؟ فقط. أما الغنائم فتعود كلها لبلاد ايه؟ للميزانية العاملة. لماذا؟ لأن الجنود في هذه الحروب يتقاضون مرتبات شهرية حتى ولو لم يوجد حرب. لكن أيام زمان الجندي لو ما فيش حرب لا يتقاضى شيء، فهمت؟ يبقى اختلفت المسألة، تختلف الأحكام باختلاف الأحوال. باب الأنفال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 54 بعد 604,000. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا، فأبى فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله نفلني، يعني الدهوني زائد عن حاجة، يعني عن الغنيمة، يعني استثناء. فقال ضعه، ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، يعني رده إلى سائر الغنيمة حتى يتقسم. ثم قام فقال نفلنيه يا رسول الله، فقال ضعه، فقام فقال يا رسول الله نفلنيه أجعل كمن لا غناء له، وانت عايز يعني ايه تجعل نصيبي كمن لم يجتهد الاجتهاد الذي اجتهدته في المعركة، فهمت؟ أجعل يعني في نصيبي من الغنيمة كمن لا غناء له كمن لم يجتهد مثلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا وأطيعوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله.
يعني الأنفال مطلوبة متروكة للحاكم، إما أن يجازها أو لا يجازها حسب ما يرى من مصلحة. أدي معناه. فإن أجازها الحاكم فبها ونعم، وإن لم يجازها فبها ونعم. فهمت المسألة؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. يعني إيه؟ يعني أما أسم الإيه الأسهم بتاعت السرية دي ونصيب كل جندي من الغنيمة 12 بعير كويس أو 11 بعيرا تشك من راوي، وبعدين بعد كده اداهم مكافأة فوق نصيبهم بعيرا بعيرا. فالمكافأة اللي فوق نصيبهم اسمها نفل أو نفل. فهمت بقى؟ ونفلوا بعيرا بعيرا يعني فوق نصيبهم اللي هو الايه الاحدى عشر او الاثني عشر. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر، وان سهمانهم بلغت 12 بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. الرواية دي بغير شك، قال 12 بعيرا وما شكش، فالرواية التي بغير شك ايه ترجح احد الشكين في الرواية اللي فيها الشك. فهم؟ وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية حا. قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى حا. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثه. وعن أبي قال وحدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد واللفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس. يعني جعل النفل هنا ايه خارج عن الخمس، يعني خارج عن الخمس، يعني خارج النفل من خمس الله ورسوله. فهمت ازاي؟ فأصابني شارف، والشارف المسن الكبير، الشارف اللي هي الناقة الكبيرة في السن اللي يستعملوها لجلب الماء يسموها شارف، او لسقي الزرع لما تكون لجلب الماء فقط يسموها راوية. راوية يعني تأتي بماء يروى به. فهم؟ وعن أبي قال وحدثنا هنال بن السري قال حدثنا ابن المبارك حيا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بنحو حديث ابن رجاء. وعن أبي قال وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان
ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله، واجب كله. باب استحقاق القاتل سلب القتيل، او من ضمن برضو النفل ايه، ان اللي يقتل قتيل ياخد سلبه. ياخد سلبه يعني ايه؟ يعني ياخد سلاحه الخاص وثيابه الخاص. ادي معنى سلب القتيل، يعني سلاحه الخاص به وثيابه الخاصة به. دي من ضمن النفل برضو، يعني ما زاد عن نصيبه. فاللي يقتل اتنين تلاتة ياخد سلبه، غير بقى نصيبه اللي هياخده من قسمة الغنائم. فاهم؟ ده نوع من التنفيل ايضا. باب استحقاق القاتل سلب القتيل، يبقى من باب النفل او النفل. فاهم؟ وليس من باب اسهم الغنائم. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن افلح عن ابي محمد الانصاري وكان جليسا لابي قتاده رضي الله عنه قال قال ابو قتاده واقتص الحديث. وعن ابي قال وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتاده ان ابا قتاده قال وساق الحديث. وعن ابي قال وحدثنا ابو الطاهر وحرمله واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن انس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، يعني إيه؟ كاد أن يقتل رجل من المسلمين، علاه يعني كاد أن يقتله. فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه. حبل عاتقه يعني العاتق اللي هو إيه، ما بين الكتف والرقبة، أدي حبل عاتق، ضربه عازف في المكان ده. العاتق هو ما بين الرقبة والكتف، حدة سموها العاتق. كويس؟ يعني إيه؟ لما وجد الرجل المشرك ده كاد يقتل المسلم فالتف خلفه وضربه على حبل عاتقه. كويس؟ عشان ينقذ ايه؟ اخوه المسلم. فاستدرت اليه حتى اتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه واقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم ادركه الموت. فلما اتضرب على حبل عاتقه التفت اليه واضمه. وعارف الانسان وقت ما بيموت عضلاته كلها بتتيبس، فلما ضمه ضمه شديده الراجل كاد يختنق، يعني حتى ان ايه كاد ان يخنقه. ادي معناه ايه، وجدت منها ريح الموت، يعني كاد يخنقني من شده الضمه يعني. ثم ادركه الموت فارسلني واستريح منه. فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس، لان انت عارف في حنين في الاول حصل ايه، تراجع من المسلمين بسبب ايه، شده ايه، نبل هوازن، لان هوازن ضربتهم الاول بالنبل فالجيش ايه تراجع، ادي معناه اصابت المسلمين جوله. ففي الوقت ده بقى ايه، والنبي ثبت وقله من صحابته صلى الله عليه وسلم، النبي ما كانش يتراجع ويوم منفردا صلى الله عليه وسلم. فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس، فقلت امر الله، الناس ليه بتتراجع يعني، سيدنا عمر بيسال ليه الناس بتتراجع، ما للناس، فقلت امر الله، ثم ان الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد بقى المعركه هو بيختصر هنا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه،
يبقى النبي اراد ان هو ايه يعني يكافئ من ثبت في المعركة بالرغم من الشدة التي لقوه، فقال اللي قتل قتيل وله عليه بينة يعني علامة دليل شهود يعني ياخد سلبه، يعني ياخد ايه ياخد ما على المقتول من ملبوس وسلاح وغيره. قال فقمت فقلت من يشهد لي، لان لما قتل الراجل ده ما كانش حد شايفه، كانت الناس مشغولة في المعركة، هو عارف ان هو اللي قتل، فبيقول قلت من يشهد لي، ما عندوش بينة. ثم جلست ثم قال مثل ذلك، فقال فقمت فقلت من يشهد لي، ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة، يقوم ويقعد كل شوية، يقوم ويقعد كل ما النبي يقول كده أبو قتادة يقعد يقف يعني بعد يقعد، قال له ما لك يا أبا قتادة صلى الله عليه وسلم. فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي. اتضح ان هو كان واحد شاهد المسألة، فلما قتله مشي ابو قتادة راح جربه من ثيابه وخدها هو شالها عنده كويس. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه، يعني هو سلبه عندي يا رسول الله وخلي ابو قتادة يسامحني ويدهوني، ادي معنى ايه فارضيه من حق، يعني ادي له انت حاجه بداله يا رسول الله وسيب لي سلب كده. الزار كان ايه سلاح يعني ايه يعني قيم وثياب قيمه، فهمت ازاي؟ فهو عايز ياخدها هو. وقال ابو بكر الصديق لا الله اذا لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبا. الله ده سيدنا ابو بكر بيفتي في وجود النبي، ده ما استناش اجابه النبي، وده برضه منقبه عظيمه لسيدنا ابو بكر انه عنده هذه القوه في الفتيه التي تجعله يتجرأ انه يفتي امام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحكم قبل ما النبي يقوله، فاهم؟ وقال ابو بكر إن الصديق لا الله، يعني كانها يمين يعني ايه يعني مغلظة يعني، لا الله إذا لا يعمل إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله، يعني شجاع يعني جندي شجاع يعني، يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، أيد سيدنا أبو بكر في فتواه، ودي برضه منقبة أخرى لسيدنا أبي بكر الصديق، يعني النبي ما لموش قال له ازاي انت تتكلم وانا ما اتكلمتش، ما لموش، اقره ان يفتي في وجوده ثم وافقه على فتياه وحكمه. فدي كلها مناقب عظيمه لسيدنا ابي بكر الصديق، وانه يدل على ان كان له ادلال على النبي صلى الله عليه واله وسلم، وكان النبي يحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فاعطيه اياه، فاعطاني. قال فبعت الدرع، الدرع الواحد بس اللي كان على الراجل ده اشترى بيه بستان، يبقى الدرع ده كان يبقى ايه بقى، واخد بالك؟ فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، مخرفا يعني بستانا. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، يعني ادخرته، لأول مال تأثلته يعني ادخرته وتمولته في الإسلام. وفي حديث الليث فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله، يعني أنت هتاخد وأنت ضبع، حتى ما حصلتش ضبع، ده أنت أضيبع وده أسد، انت عايز تخلي الاضيبع ياخد نسل الاسد، فاهم؟ اضيبع من قريش تصغير ضبع يعني، والضبع اقل في الايه في الافتراس من الاسد. فيقول انت اضيبع، انت كنت واقف شايف المساله ما عملتش حاجه، وكل بتاع بعد ما خلصوا انت اللي قلعت الراجل ومشيت، لان الضبع بياكل ما يفترسه الاسد، الضبع لا يفترس، الضبع ياكل ما يفترسه الاسد، فهمت بقى؟
فانت عايز بقى الاسد يفترس وانت تاخد الباقي وبعدين كمان تاخد كل المكافاه، فاهم؟ كلا لا يعطيه اضيبع من قريش ويدع اسدا من اسد الله. وفي حديث الليث لاول مال تاثلته. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال بين انا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فاذا انا بين غلامين من الانصار حديثة اسنانهما، يعني سنهم صغير، تمنيت لو كنت بين اضلع منهما، يعني تمنى ان كان يبقى واقف محمي ايه حواليه فرسان اقوياء، فلا هو في المعركة جنب اتنين يعني من دور اولاده، فهو يعني انت عارف انت المعارك اللي بتبقى فيها التحام الجندي يتقوى بمن حوله من الجند، ما يبقى حواليه جنود اقوياء يتقوى بيهم، فهو لما شافهم استغفر بيهم يعني، فاهم؟ تمنيت لو كنت بين اضلع منهما يعني اقوى منهما، فغمزني احدهما فقال يا عم هل تعرف ابا جهل؟ دول من الانصار وابو جهل من قريش ما شافوش، هم سمعوا ان ابو جهل كان يأذي النبي وهو في مكه، هم ما شافوش ابو جهل، فلما بقوا في بدر بقى ايه طالعين عايزين يصطادوا ابو جهل ده اللي بيأذي النبي يقتلوه، بس هم مش عارفين شخصه، فاهم؟ فراحوا سيدنا عبد الرحمن بن عمرو يا عم يا عم فين ابو جهل؟ فاهم؟ عايز يدلهم على ابو جهل. يا عمي هل تعرف ابا جهل؟ قال قلت نعم، وما حاجتك اليه يا ابن اخي؟ ابو جهل ده كان يعني صنديد، كان قوي جدا وكان وزنه ثقيل حاجه يعني كده، يقال انه كان لما يجي ياكل ياكل لوحده خروف او ناقه واحده صغيره في وجبته بس، يعني حاجه كده عجيبه يعني، يعني حاجه كرش كده وحاجه بقى، ودي عيال صغيره عامله كده، فبيقولوا ابو جهل هتعمل ايه في ابو جهل؟ ابو جهل لو ريح ايده عليك كده هتموتك، فاهم؟ عارف انت لعيبه السومو الصينيين؟ ابو جهل كان كده بحجم لعيب السومو ده، فهمت ازاي؟ يعني مجرد انه يريح بوزنه على الواحد كده خلاص قضى عليه، فما بالك ومعاه سيف كمان، فهمت ازاي؟ وعليه دروع وعليه بتاع، ودول عيال صغيره كده شبان ايه عايزين يقول لك ابو جهل تعمل ايه في ابو جهل؟ كان مثلا واحد ماشي عايز يضرب دبابه، واخد بالك؟ فعمليه صعبه. فاستعجب يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف. قلت نعم، وما حاجتك اليه يا ابن اخي؟ قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا، يعني هنعمل حركه انتحاريه فيه، يا هنموته يا موتنا. فتعجبت لذلك، فغمزني الاخر فقال مثلها، قال فلم انشب ان نظرت الى ابي جهل يزول في الناس، يعني بيتحرك في وسط الناس، فقلت الا ترياني هذا؟ هو اللي هناك ده بيتحرك ده، هذا صاحبكما الذي تسالان عنه. قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال ايكما قتله؟ فقال كل واحد منهما انا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علشان ايه قال كلاكما قتله؟ يعني شارك في قتله. طب بس مين اللي كانت ضربته هي السبب في موته؟ فشاف سيفيهما ما كانوش مسحوه، فلما لقى سيف احدهما اعمق دخل فيه اعمق، فاعتبر ان اللي دخل فيه اعمق هو اللي ايه اللي كان المتسبب في القتل المباشر، والتاني اكمل عليه، فهمت؟ وعنه بيه قال وده سلبه لمين بقى؟ ده سلب بقى ابو جهل، ده حاجه غاليه جدا مش حاجه قليله، ده اذا كان مجرد درع واحد خده ابو قتاده اشترى بيه بستان، امال بقى درع ابو جهل يشتري بيه ايه؟
يعني شغلانه يشتري بنا تحت سحابه. وعن ابي قال وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن صرح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن ابي عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حميره رجلا من العدو فاراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فاخبره فقال لخالد ما منعك ان تعطيه سلبه قال استكثرته يا رسول الله يعني سلبه طلع يعني قيم قوي فاستكثرت عليه حطيته مع الغنائم فهمت قال ادفعه اليه فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل انجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب لما عوف بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد اديله سلبه عوف بقى ايه زي ما تقول شمت في خالد قال له مش بقول لك وجره من ثوبه كده تعالى بقى فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عجبوش الطريقه دي لابد انك انت تحترم اميرك هو انا عشان حكمت لك بحاجه تقوم انت تستهتر بامير الجيش فهمت ازاي فعلشان كده الرسول ايه غاضب لما لقى المنظر ده فمر خالد بعوف فجر بردائه يعني جر عوف رداء خالد شده من ايه من ثوبه ثم قال هل انجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطيه يا خالد لا تعطيه يا خالد عاقبه بقى بعد ما ادعاه له عاقبه بالحرمان لإساءة أدبه مع أميره فهمت؟ يبقى إساءة الأدب تؤدي إلى الإيه؟ الحرمان فلازم الواحد يراعي الأدب فهمت بقى؟ لأن سيدنا خالد لما منعه اجتهد شاف إن ده سلب غالي قوي وقال إن ده أولى يدخل في الميزانية العامة بتاعة الغنائم فهمت إزاي؟ ده اجتهاد قائد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان هو يشجع الراجل ده فشجعه قال له لا خده اديه له يا خالد راح لخالد يشده من ثوبه ويقول مش قلت لك انا مش قلت لك ما تسمعش كلامي فكده ما يصحش ازاي تعمل كده مع اميرك فهمت ازاي سيدنا خالد كان دي هيبه والرسول كان يحب يبقى لخالد هيبه لانه مسميه سيف الله فهمت ازاي فقام الرسول عاقبه بسبب سوء معاملته لقائده انه حرمه بعدما ايه منحه فهمت ازاي يبقى معنى كده ان النفل او النفل متروك للحاكم ينفذه او يمنعه حسب المصلحة الذي يراه فهمت بقى ازاي مش حكم مستقر يعني متروك لايه لاجتهاد الحاكم فاستغضب فقال لا تعطيه يا خالد لا تعطيه يا خالد هل أنتم تاركون لي أمرائي يعني هل أنتم تاركون لي أمرائي فتحترمونهم وتسمعون كلامهم وأوامرهم إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم يعني هم اللي بيتحملوا كل المسؤولية الأمراء دول يوم ما بتغنموا انتوا بتاخدوا الصف ويوم ما بيحصل مشكلة هم اللي بيتحملوا أذاكم فهمت ازاي زي بالظبط واحد بيرعى إبل يوديها تشرب المية تقوم تشرب المية الرايقة وهو آخر ما يشرب يشرب بعدهم فيشرب الكبر الباقي فهمت ازاي ده تشبيه يعني يناسب البيئة بتاعتهم عشان يفهمهم المعنى أن الأمير يتحمل المسؤولية ويتحمل إيه يعني صعوبة المسؤولية والأمانة عن كل الجند وانت ما تتحملش إلا مسؤولية نفسك فلازم ترحمه مسؤوليته كبيرة ارحمه مش تيجي تشمت فيه تقول له مش قلت لك فهمت ازاي ادي معنى الكلام يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني وضع اصول ايه العسكرية هي ايه سماع اوامر القائد علشان يتم النصر لابد ان الجندي يسمع كلام القائد ويحترم قائده فهمت ازاي وعن ابي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم
قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من اليمن وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال في الحديث قال عوف فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال بلى ولكني استكثرته عليه. يعني يبقى عرفنا ان بالرواية الثانية ان ده كان في غزوة ايه مؤتة ان ده كان ايه في غزوة مؤتة وعنه به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن اللي هي حنين فهمت اللي كانت بعد فتح مكة وبعد حصار الطائف فهمت بقى يعني سنة 8 هجري بين 8 و 9 فهمت بقى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتضحى يعني نأكل وقت الضحى فهمت زي نتضحى أو نتصبح يقول لك تصبح بكذا يعني أكل في الصبح كذا تمسى بكذا يعني أكل في المساء كذا تضحى بكذا يعني إيه يعني أكل في الضحى كذا يبقى بينما نحن نتضحى يعني نأكل وقت الضحى فهمت إزاي فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه الطلق اللي هو الحبل حبل من جلد اسمه طلق كويس من حقبه ممكن تقول حقيبته وممكن تقول على الحقب ايه هو الحبل اللي بيتربط من ظهر البعير لحد بطنه داير كده في حبل كده يربطه ايه من ظهر البعير الى بطنه حبل جلد يعلق فيه حاجاته الخاصة فهمت ازاي يعمله زي شماعة يشبك فيه حاجة فاسمه الحقب يبقى الحقب يطلق على الحقيبة الخاصة بالمسافر او يطلق على الحبل الذي يكون حول بطن البعير وظهره يعلق فيه حاجياته وهو مسافر فهمت بقى طيب وهم قاعدين بيتضحوا يعني بياكلوا الضحى الجيش جيش المسلمين قاعدين بياكلوا مع النبي وقدروا لسه الحرب ما قامتش بصوا لقى واحد غريب جايب جمل فهمت ازاي احمر واناخه وانتزع ايه جلده ربط الجمل بتاعه وقعد مع المسلمين يبص عليه اه ده جاسوس جاي يعرف ايه قوتنا ايه وشكلنا ايه وعتادنا ايه وعايز يجري لهناك يبقى الصحابه مصحصحين مش قاعدين ياكلوا خلاص فهمت ازاي لا ده مصحصحين واحد جاي في النص كده قال يعني واحد منهم فهمت ازاي وقاعد بقى وبعدين هم قاعدين ياكلوا وهو قاعد يبص بيعد عددهم كام وكم واحد مشاه وكم واحد راكب وتسليحهم وتنظيمه عشان يروح للعدو يقول له الخبر فهمت بقى ازاي اذ جاء رجل على جمل احمر فاناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل يبقى الحقب اللي هو الجلد ربط به الجمل بتاعه ثم تقدم يتغدى مع القوم بيعمل نفسه اللي بياكل مع الناس مين اللي ملاحظ الحكايه دي كلها سلمة بن الاكوع سلمة بن الأكوع ده كان عجيب كان يقاتل على رجليه والنبي يديله ثلاث أسهم احنا قايلين الفارس اللي على الفرس ياخد سهمين للفرس وسهم لي مش كده إلا سلمة بن الأكوع النبي كان يديله ثلاثة أسهم ليه لأن كان سيدنا سلمة لما يجري على رجليه يسبق اللي راكب فرس فهمت فكانت رجليه هي فرس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يديله ايه ثلاثة أسهم ده لسيدنا سلمة فسيدنا سلمة كان ايه وكان ده هو جاب لقاح النبي لوحده في قصة العرانيين فاكرين اللي قتلوا الراعي قصة العرانيين اللي قرأناها زمان فهمت ازاي ايوه فطلع هو اللي قتلهم يعني قتلهم كلهم وراجع على ما النبي طلع بالسرية بتاعته عشان يجيب اللقاح لقى سلمة بن الأكوع جاي وسي ايه وقابض على العرانيين قابض عليهم هو لوحده فهمت ازاي سيدنا سلمة فكان شجاع يعني فسيدنا سلمة هو اللي ايه اللي ملاحظ الحكايه دي كل الناس قاعده بتاكل وبص لقى الراجل ده جاء قاعد وقاعد بياكل
يبص كده ويبص كده ويشوف اخبار الجيش ايه، هو ملاقب المسألة. ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر، يعني واحنا فينا ايه شكلنا كده ضعاف هيستهتروا بينا، فاهم؟ ورقة في الظهر يعني ايه؟ يعني مش كلنا لا نجد ما نركبه، يعني عدد المشاة فينا كتير، فهمت ازاي؟ وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة اذ خرج يشتد. فقام بعد كده بعد ما الناس ابتدت ايه خلصت اكل بقى، واللي رايح يغسل ايده واللي رايح يعمل ده، هو قام بقى ركب الجمل وعايز يجري بقى عشان يلحق يقول الاخبار، فاهم؟ اذ خرج يشتد يعني يسرع يعني، فاتى جمله فاطلق قيده ثم اناخه وقعد عليه فاثاره فاشتد به الجمل، يعني جري به الجمل. فاتبعه رجل على ناقة ورقاء، في واحد تاني كان مراقبه زي سيدنا سلمة برضو. فاتبعه رجل على ناقة ورقاء يعني سمراء، قال سلمة وخرجت أشتد. هو بقى بيجري، هما الاثنين نقيد بتجري وهو بقى ايه اشتد برجليه، فهمت ازاي؟ وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة، فهمت ازاي؟ فضل لحد ما يجري لحد ما بقى عند ايه رجليها الخلفيه، فضل يجري اكتر لحد ما بقى قدام مسك ايه زمام الناقه، يعني سبق الناقه وراح مسك زمام. فكنت عند ورك الناقه يعني خلف الناقه، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، الجمل اللي هو بتاع الراجل، يعني هو سبق ايه الاثنين، الناقه اللي طالعه بتمشي ورا الجمل، فهمت ازاي؟ الجمل سابق خالص، هو كان ورا الكل، جري سبق الناقة ووصل للجمل اللي قدامني، كل ده على رجليه. ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، خد بخطام الجمل اللي راكب فيه الراجل الجاسوس، فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض اخترت سيفي فضربت رأس الرجل فنضر، قتله يعني، نضر يعني سقط رأسه من على ايه كتفي، اخترت سيفي يعني سللت سيفي من غمدي، اخترت السيف يعني اخرج سيفه من غمده، فهمت؟ فلما وضع ركبته في الارض يعني الجمل اخترت سيفي فضربت رأس الرجل فندر يعني سقط على الارض، ثم جئت بالجمل اقوده عليه رحله وسلاحه، قلعه بقى ايه خد منه سلاحه وخد منه حاجته وحطها على الجمل وخد الجمل مركبوش كمان ماشي يجره، فهمت ازاي؟ يعني هي رجليه هي جمله، فهمت؟ ثم جئت بالجمل اقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل؟ قالوا ابن الاكوع، يعني اللي قتل الرجل مين؟ اللي طلع بالناقه يجري ولا سلمة اللي طلع على رجليه يجري؟ مين اللي قتل الراجل ده؟ قال له سلابه اجمع، قالوا ابن الاكوع، قال له سلابه اجمع، يبقى اداله ايه كل سلب الرجل، يبقى من قتل قتيلا له سلبه، ليس حكما عاما في كل حال ولكنه متروك للامام يختار متى ينفذه ومتى لا ينفذه، فهمت بقى المسألة؟ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدادك.